السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكم إن شاء الله يا ربي يدخل عليكم بالصحة والسلامة ورزق وتيسير ونجاح الجميع. اليوم غادي نديرو إن شاء الله في شهوة الحاد كاس مع أم سعد، غادي نديرو لي بالمي، واحد الحليوة اللي زوينة تتعجب الكبار والصغار على بركة الله. ندوزو للمقادير، وفيها مقادير بساط زعما سهلة في التوجد ولذيذة. المقادير اللي عندنا، عندنا هنايا ربع ديال الزبدة مارغرين، عندنا ربع ديال ربع كاس ديال هذا، ربع ديال الزبده كنديروا ربع كاس ديال الخل، مع ربع كاس ديال الخل ربع كاس ديال الماء زهر، طحين حسب الخليط والسنيده. غادي ندوزوا فيها هذوك لي بالمي ديالنا، هادو هما المقادير، وندوزوا ان شاء الله للطريقه. الى ندوزوا للطريقه، اول شيء غادي نبداو بالزبده. الزبده بحراره المطبخ، كانت الصراحه في الثلاجه هذه شي ساعه باش جبتها. المهم هي كتقطع فاسيلمو، نقطعوها طريفات باش تجينا ساهله. وغنبداو نخدمو بيدينا، غادي نزيدو عليها ما زهر، نزيدو عليها الخل ونعركوها مزيان. غادي نشعل بروجيكتور، غادي ندير ناقص. الا درتو نص كيلو ديال المارغرين، ممكن ديروا معاه نص كاس ديال الماء زهر ونص كاس ديال الخل. وسبحان الله شي مره ما تيكونش الماء زهر متوفر ولا تشريو ما يعجبكمش نتوما واقفين عليه، ممكن تعوضوه بنص كاس ديال الماء، الماء ديال الروبيني عادي. دابا غادي نبدا نزيد الطحين شويه بشويه، ندخل في الخليط هاد هاد لي بالمي، ما فيهم لا بيض لا خميره، اقتصاديين. نشوف داك البرد تصدى ما تلقاتش مزيان. الحين انا غربلته من قبل وشفتو في هاد التبصيل شي يجيني ساهل. غادي نبقاو على هاد الشكل كنزيدو في الطحين حتى يتجمع لينا الزبده، ونتلاقاو ان شاء الله. هنا حنا دخلنا الطحين في العجينه، جات على هاد الشكل هذا. دابا غادي نبداو نصيبوها. نمسحو هنا فين غادي نطلقوها، كناخدو كويرات صغار. ديرو شويه ديال الطحين باش ما تلصقيناش الرخام. الصابلي كله ما تيبغيش يتدلك، صافي كندخلو فيها الطحين بطريقه عاديه، دغيا كيدخل في الزبيده وصافي. كنقطعو هكا كويرات، انا قطعتو تقريبا على خمسة ديال الكويرات ونصيبو. غادي نغسل يدي ونرجعو باش نطلق قدامكم العجينه. هنا
حنا كنطلقوا العجينه ديالنا كنديروا شي شويه ديال الطحين لتحت باش ما يلصقناش في الرخامه كنطلقوها. الا لاحظتوا انا راني ما درتش السكر في هذا لي بالمي. فاش كنا صغار كانوا تيعيطوا لهم المقيسات وانا باقا تنقول لهم المقيسات. هذا المقيسات ولا البالمي كنطلقوا بهذه الطريقه هذه. هكا كتجينا على هذا الشكل هذا هكذا. هاد الزياده اللي في الجناب كنقطعوها بالموس. بسم الله. سنديروها كويره بوحديها نحيدو بعد داك السلوكين. ودابا غادي نديرو عاد نديرو السكر. بسم الله. كنديرو السكر كنعاونو بيدينا باش نتاكدو راه وصل حتى للجناب. ساهين هاد لي بالمي و تيحماقو عليهم الوليدات. انا هاد 4 كيلو ديال المارغرين درت فيها هاد الكمية ديال الطحين وقسمتها على بسم الله. كنبداو ندورو من كل عجن كنحربلوهم. قسمتها على 5 الكويرات. علاش؟ باش يجوني لي بالمي صغار. الا بغيتو لي بالمي يجيوكم شي شويه كبار ممكن تقسموهم غير على 3 مثلا. دونك هكا كنحاولوا نديرو الجهاز بجوج قد قد باش ما يجيوناش لي بالمي جهه رقيقه وجهه غليظه. اولا المقيسات هما راه كيف شفتو على شكل مقص كام باش يكونوا قد قد. كنحاولوا نزيروهم وحنا كنحربلوهم هكا على هذا الشكل هذا. هي مع فيها الزبده. بسم الله. غيجونا صغيورين قادين. دونك السكر درناه لداخل وغادي عاوتاني نفندوهم في السكر قبل ما ندخلوهم للفران. الفران ما نقدرش نقول لكم على حسب درجه الحراره ديال الفران على حسب ولا الا كيبان لكم قداش. ودابا غادي ناخذوا طبصيل فيه سنيده اللي غادي بحال تنقرصو فيها بحال هكذا. ناخذ واحده اخرى كنقرصو فيها. واخا تحل راه ماشي مشكل حيت العجينه فيها الزبده راه الا فوا غتدخل الفران غادي تذوب وغادي تلصق لك العجينه. ما تخافوش الا تحلات لكم هذه تحلوا لكم المقيسات على هذا الشكل هذا. وكنزيدو واحد التكاريصه صغيره فوق السنيده. نستفوهم عاد في اللاطه. اللاطه انا ديجا وجدتها درت فيها البابي كويسون صافي. كنستفوهم واخا نقربوهم لبعضياتهم. انا غادي نوريكم عند الكاميرا نقربها. واخا تقربوهم راه ما غادي يتلاصقوا ما والو حيت ما فيهم لا خميره لا حتى شي حاجه ما غاديش يتزادوا. من الاحسن ديروهم في البابي كويسون باش ما يلصقوا لكمش مع السنيده.
انا غنبقى على هذا الشكل حتى نعمر لاطه ونتلاقاو ان شاء الله. ها هما القصه ديالنا ولا لي بالمي كنستفوهم بهذه الطريقه، واخا تيكونوا مقربين ما يكونوش ملاصقين، حيت مع السنيده غادي يلصقوا مع بعضياتهم، ما يكونوش ملاصقين ولكن يكونوا قراب حيت ما فيهم لا خميره لا والو. دابا غادي نديروهم ان شاء الله في الفران يطيبوا ونتلاقاو من بعد. شوفوا التقديم النهائي ديال لي بالمي ديالنا ولا المقيسات كيجي على هذا الشكل كيتحمروا. واحد النصيحه، الا خديتو سنيده رقم هذه تكون حسن. انا حيت خديت ديال البكيه وملي جيت نخدم بها لقيتها كغدا، مي ماشي مشكل، كتجي في الحلاوه هي هذه، كتجي محمره من الفوق ومن التحت لهذا الشكل، هذا كلهم محمرين من الفوق ومن التحت. نقدموها مع قهوه ولا اتاي، و مع هاد لي بالمي انا درت حتى البسبوسه، ها هي اللي كنت حطيت لكم الفيديو ديالها المره الفايته، يمكن هذه واحد 3 ايام ولا 4 ايام باش حطيتها. غير هنا درت المقادير شويه زايده باش جاتني طالعه، حيت المول عندي هذا ديال الزاج كبير، ديك المره ما خدمتش به. المره الفايته كنا درنا شي جوج كيسان ديال جوج كيسان ونص ديال السميده، هنا درت ثلاثه الكيسان ونص، وبيان سور كاع المقادير زدت منها شويه شويه شويه، تقريبا بسبوسه ونص، المقادير ديال بسبوسه ونص. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ديروا لايك، بارطاجيو مع صحابكم، ولا كاين شي سؤال مرحبا. شكرا.